مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة المشهد لهذا اليوم. اليوم سنتابع أوضاع اللاجئين السوريين في العالم تزامنا مع عقد النظام السوري لمؤتمر حول اللاجئين يدعوهم فيهم للعودة إلى الوطن. في عناوين حلقة اليوم من المشهد: النظام يعقد مؤتمرا لعودة اللاجئين السوريين، ودعم روسي ومقاطعة أوروبية لمؤتمر اللاجئين في دمشق، وكذلك المعارضة السورية لها موقف: لا عودة للاجئين إلا برحيل الأسد. منذ اندلاع الثورة خسر مئات الآلاف من السوريين المدنيين أرواحهم على يد قوات النظام السوري وحلفائه، كما اضطر الملايين إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم لتكون أكبر موجة نزوح يشهدها العالم في القرن 21، حيث هاجر ملايين السوريين إلى الدول المجاورة بشكل رئيسي وباقي أنحاء العالم طلبا للجوء. وهنا نحاول أن نستعرض أهم الإحصائيات المتعلقة باللاجئين السوريين. 13 مليون سوري نزحوا منذ 2011، يعني منذ اندلاع الثورة في سوريا، و 60% من عدد سكان يمثل هذا الرقم، وهو أضخم رقم للاجئين عرفته العالم، ويعتبر يعني رقم مخيف ومرعب. كذلك تشهد سوريا هذه الحالة التي هي تمثل يعني 6.3 مليون سوري، حوالي 49% من عدد المهجرين والنازحين إجمالا، يعني 6.3% تقريبا 50%، نصف الشعب هو مهجر إما خارج سوريا أو داخل سوريا. ومنذ 2011 وبحسب صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف، منذ 2011 مليون طفل ولدوا من أبوين لاجئين، يعني رقم كبير جدا. يعني نتصور أنه ماذا يقع لمليون طفل ولدوا من أبوين لاجئين. كذلك 2 مليون حسب هذه نفس الإحصائيات 2 مليون طفل لاجئ أعمارهم بين 5 و17 سنة، أي 1.1 مليون تقريبا منهم يتحصلون على التعليم. يعني عملية تجهيل ممنهجة للشعب السوري. 2 مليون طفل لاجئ أعمارهم بين 5 و17 سنة، وحسب نفس الإحصائيات في 2020 عدد اللاجئين في دول الجوار، جوار سوريا يعني دول المحيطة والحدودية مع سوريا، هي 5.5 مليون هذا العدد. ويعني بعموما ما بين النازح والمهجر خارج سوريا 6.7 مليون لاجئ. نستعرض مع بعض أماكن تواجد وعدد اللاجئين في دول الجوار. تركيا 3.5 مليون لاجئ حسب الأرقام الرسمية، ولكن بعض الأرقام في تركيا تتحدث عن أكثر من 5 مليون لاجئ، لأن هناك بعض اللاجئين غير مسجلين لدى الدوائر الرسمية أو الدوائر أو الجهات الأممية. في لبنان في حدود 1 مليون لاجئ، والرقم الحقيقي أكثر أيضا، لأن هناك أرقام ومئات الألاف غير مسجلين، إضافة في لبنان التسجيل فيه تعقيدات إدارية وأمنية وسياسية. الأردن 655 ألف لاجئ في الأردن، في العراق 246 ألف لاجئ، وفي مصر 126 ألف لاجئ سوري موجود في مصر، إضافة للدول العربية أخرى في السودان، في بعض دول المغرب العربي. الاتحاد الأوروبي استقبل في 2019 تعامل مع 473 ألف طلب لجوء، وشهدت ألمانيا أكبر عدد طلبات اللجوء، وتستضيف ألمانيا 111 ألف لاجئ سوري، فرنسا تستضيف 87,100 لاجئ سوري، إسبانيا 80,000 لاجئ سوري، المملكة المتحدة بريطانيا تستقبل الزملاء لو يساعدون، بريطانيا 32,000 لاجئ، إيطاليا 25,000 لاجئ، اليونان 47,000 لاجئ. ومنذ اندلاع الثورة السورية في 2011 كانت الهجرة دائما والهجرة غير شرعية دائما في الغالب بنسبة 99% تكون من الدول المحيطة بسوريا نحو أوروبا عبر البحر،
وفي إحصائيات لمركز تحليل بيانات المهاجرين العالمي 500 غريق سوري في البحر المتوسط خلال 5 سنوات، بينهم 67 طفل مات غرقا أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية عبر البحر من دول غير أوروبية إلى أوروبا. ومفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تتحدث بأن هذه العمليات التي تقوم بها المفوضية الخاصة بسوريا هي الأضخم في تاريخ المفوضية منذ نشأتها في عام 1964. على كل هذه أرقام تعبر عن وضعية اللاجئين السوريين في العالم، وأيضا تعبر عن الحالة الكارثية التي سيكون عليها الكائن البشري الإنسان السوري. الحديث في هذا الموضوع معنا دكتور زكريا ملحفجي، عضو دائرة اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري. دكتور زكريا معنا عبر الهاتف أعتقد. دكتور زكريا أهلا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير. هل تسمعني بشكل جيد دكتور زكريا؟ نعم. طيب، أكيد كنت تستمع إلي أو تتابع معنا أو مطلع أنت على الأرقام اللاجئين السوريين أو النازحين داخل سوريا والمهجرين خارج سوريا. نصف الشعب السوري خارج سوريا، هذا ماذا يعني في قراءة سريعة لهذا الرقم؟ نعم، يعني أول شيء يعني اليوم أي حدا بيلجأ ولا بينزح، نزوح داخلي ولا لجوء، أكيد هو لما بيشعر بالخطر على حياته فبتبدأ موجات اللجوء والنزوح. ما حصل في سوريا عبر الآلة العسكرية السورية وحلفاء النظام، يعني تحديدا الروس والإيرانيين، إلى موجة لجوء ونزوح لم تر منذ 2011 لغاية اليوم، لغاية اللحظة اللي نتحدث فيها على قناتكم الكريمة، حالات النزوح الداخلي واللجوء إلى دول الجوار ثم أستاذ زكريا، حتى تحسين جودة الاتصال نعيد الاتصال معك عبر الهاتف. فقط نذكر السادة المشاهدين بأن عديد المؤتمرات عقدت من أجل متابعة وضع اللاجئين في سوريا، ومؤتمرات أصدقاء سوريا عقدت في عدة دول عربية وأوروبية، ولكن لازال وضع اللاجئ السوري أو النازح السوري داخل سوريا أو خارج سوريا لازال إلى الآن وضع مأساوي. وتعرضت عدة تقارير أممية وأيضا تقارير إعلامية إلى هذه الوضعية المأساوية اللي يعيشها اللاجئ السوري. عاد معنا الدكتور زكريا ملحفجي، عضو دائرة اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري عبر الهاتف. دكتور أهلا بك من جديد. وسهلا، مساء الخير. طيب دكتور، يعني عندما نقول 13 مليون بين نازح ولاجئ خارج تركيا أو نازح من مدينته لمدينة أخرى في سوريا، يعني نصف الديموغرافيا، نصف الشعب السوري تحرك وتغيرت الديموغرافيا، هذا الرقم ماذا يعني اجتماعيا ثقافيا سياسيا؟ نعم طبعا، هذا الرقم اللي تم توثيقه عبر الجهات والمنظمات الدولية، وهناك أرقام غير موثقة عدا عن أنه موجة اللجوء والنزوح هي مستمرة لن تتوقف، يعني لغاية اللحظة التي نحن نتحدث فيها فهناك موجة نزوح وهناك موجة لجوء مستمرة. الناس تدفع يعني آلاف الدولارات وبتغامر بحياتها من أجل الوصول إلى أي مكان آمن. اليوم ما في حدا يعني بيترك بيته وأرضه وأملاكه من أجل أن يعيش في يعني في مكان، وأحيانا في خيمة، يعني هناك أكثر من 1.5 مليون يعني يعيشون في مخيمات، تقريبا يعني نصف هذه المخيمات هي مخيمات يعني عشوائية لا تتوفر فيها يعني الحاجات الأساسية واللوجستية وسبل السلام على الإطلاق، يعني لا تقيهم لا يعني برد الشتاء ولا حر الصيف. هذه أكبر كارثة تعتبر في القرن 21 يتسبب فيها النظام السوري والروس ومن معهم. وطبعا المأساة الإنسانية لا يمكن أن تحل إلا بحل سياسي، يعني القضايا الإنسانية والمآسي الإنسانية تحل بقرارات سياسية، لكن لا يوجد لغاية اليوم هناك، يعني هناك قرارات دولية لكن على أرض الواقع لا يوجد هناك تفعيل.
هناك حديث في القرار الدولي 2250 طيب دكتور زكريا، بعد إذنك دكتور نعم. زكريا دعني أحمل هذه الملاحظة وهذا أيضا الاستنكار على المستوى تعاطي المجتمع الدولي مع وضعية اللاجئين، وهناك أطراف سوريا تحمل جزء من هذه المسؤولية. معنا عبر الهاتف دكتور أحمد طعمة، رئيس الحكومة السابق للحكومة السورية المؤقتة. دكتور أهلا بك، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا. دكتور أحمد، هناك من يرى بأن الأجسام السورية التي تعبر عن المعارضة وهي الرافعة السياسية للمعارضة لم تقم بالواجب المطلوب، أو هي كانت إلى حد ما مقصرة في التعريف بأزمة اللاجئ السوري ومأساة اللاجئ السوري، ومما جعل المجتمع الدولي لا يتعاطى مع اللاجئ السوري إلا كأرقام وكمخاوف على عبور إلى أوروبا أو إزعاج السلم الاجتماعي في بعض الدول الأوروبية. نعم أخي العزيز، نحن لا نعتقد هذا أبدا، بالعكس المعارضة لم تقصر على الإطلاق، أخذت هذا الملف إلى كل المنتديات الدولية وضغطت على كل ممثلي المجتمع الدولي من أجل هذه القضية، ونحن نعتقد أنه بالرغم من اعترافنا بشيء من التقصير ولا نستطيع أن نقول أن عملنا كان متكاملا، إلا أن الأوضاع كانت تكون أسوأ بكثير لولا التدخل الدائم من قبل كل أجسام المعارضة وكذلك الناشطين ومن هم حولنا. لذلك أنت ترى أن المجتمع الدولي وهو المقصر الأكبر في هذه القضية لا يستطيع تجاوز هذه القضية، ربما بسبب طول الأمد، لو لم يكن هناك ضغط على المجتمع الدولي كانت الأمور أسوأ. لكن ما أريد أن أقوله هنا بهذا الصدد أن هذا الملف بد أصبح يأخذ منحا سياسيا أكثر من أخذه منحا إنسانيا. نحن كمعارضة كنا نركز بشكل دائم على أن يأخذ المنحى الإنساني، بينما هو في كثير من الحالات في الآونة الأخيرة اتجه باتجاه المنحى السياسي. وأنت ترى أنه من خلال هذا المؤتمر الذي دعا إليه الروس هناك أهداف سياسية فقط من أجله، وليست هناك أهداف إنسانية، لأن الكل يعرف بأنه حتى الدول المشاركة لن تقدم ولا قرش واحد في مسألة عودة اللاجئين. ولكن أنا ظني الخاص أن هذا العمل كله تمهيد للإشارة إلى أن الوضع في سوريا وضع معقول وأن اللاجئين يعودون إلى سوريا، وهذه ليست المحاولة الأولى، وطالما أن اللاجئين يعودون إلى سوريا فإذا يمكن القول بأنه قد تم تطبيق البيئة الآمنة والمحايدة، وبالتالي فإذا الأوضاع في سوريا يمكن أن يكتفى فيها من خلال تعديل دستوري بسيط ويذهبون إلى شرعنة وجود بشار الأسد من خلال انتخابات صورية قادمة وكأن شيء لم يكن، وعندها تذهب كل تضحيات الشعب السوري سدى. طيب دكتور، بعد إذنك تبقى معنا فقط حتى نرى الجانب الإنساني في هذه المأساة. دكتور زكريا، عضو دائرة اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري، أكثر من مليون طفل ولدوا يعني من أبوين لاجئين، 2.2 تقريبا مليون طفل، 1 مليون فقط يتلقى التعليم، أوضاع إنسانية صحية، وضعيات نفسية، حالات انتحار أيضا. يعني اللاجئ السوري الآن كيف السبيل لتدارك هذا الوضع الإنساني ومحاولة ترميم هذه الحياة المدمرة؟ طبعا ما ذكرت حضرتك ذكرت اليونيسيف بتقارير، وصراحة يعني بين وقت وآخر، يعني في كل يوم هذه المأساة تزيد وهي الأرقام تزيد، ويعني حتى الإحصائية عمليا هناك الواقع صراحة مع الأسف هو أكبر من ذلك، فهناك قسم كبير في الفقر والحرمان والجهل، واللي هو صراحة يعني أكبر خطر بيهدد صراحة الجيل، هذا الجيل القادم في مستقبله وتلقيه وتعليمه ويعني رعايته الصحية والنفسية والجسدية، طبعا عدا عن أرقام كبيرة من مصابي الحرب من الأطفال وحتى من الأيتام. يعني هناك أرقام كبيرة من الأطفال اللي فقدوا الأب أو فقدوا كلا الأبوين، وهي أيضا مأساة كبيرة. فهو
ليس فقط يعني هو فقد تعليمه ولجأ إلى خيمة، بل أيضا فقد يعني كلا ركني الأسرة اللي يعني بيعيروه وبيساهموا بتنشئته، فالمأساة كبيرة. طبعا لليوم العالم صراحة بيتعامل مع هذا الموضوع تعامل يعني ليس على سوية الخطورة والإشكالية. الأطراف كثيرة تذهب إلى استثمار يعني سياسيا والحديث عنها من أجل لا سيما الروس والمؤتمر المزعوم اللي دعوا له، ونال سخرية من السوريين. حتى السوريين طبعا اللي هن سواء كانوا تحت إطار النظام لكن بشكل أقل من أجل القمع، أو السوريين في مختلف دول العالم، اليوم أصبح حلم السوري أنه يلجأ إلى مكان يعني آمن ويؤوي وأولاده يتعلموا ويشعر بالأمان بأي مكان يعني. فصراحة الكارثة يعني الإنسانية كبيرة، تحتاج قرار سياسي جريء ووقفة جريئة. المؤسف أنه 14 مليون يعني لاجئ ونازح من أجل شخص ومعه عصبة مجرمة تركت لسنوات. طيب يعني دكتور زكريا بعد إذنك، ما دام هذا اللاجئ يبحث عن مكان آمن، وتقريبا مش فارقة معه، المهم أن يعود إلى سوريا ويكون هناك مكان آمن حتى يستقر ويربي أبنائه ويعلمهم ويجد على الأقل مكان تحت الشمس. في هذا السياق دكتور أحمد طعمة رئيس الحكومة السورية السابق، دكتور، ألا ترى بأن هذا معطى سياسي يخدم النظام ويجعل من مثل هذه المؤتمرات ليست مؤتمرات تلفيقية ولكن فاتحة لمسار سياسي اجتماعي أيضا يأخذ أبعاده الدولية وتكون نقطة لصالح النظام يستغلها يعني من أجل تمرير أجندته؟ هذا ما قلته آنفا، المؤتمر ليست له أسباب إنسانية، وهم ابتداء لا يعترفون بأن للمواطن والإنسان السوري أي اعتبار، هم يريدونه ورقة من أجل تحقيق مآربهم السياسية. قلت لك أخي العزيز آنفا أن الهدف الرئيس من هكذا مؤتمرات تأخذ تحت اسم مسمى اللاجئين لكي يقول للعالم بأن الوضع في سوريا أصبح آمنا وأن اللاجئين يعودون إلى أماكنهم وعليه، فإذا ليس هناك من داع لاستئناف في العملية السياسية ولا لتحقيق الانتقال. ولكن عمليا دكتور بعد إذنك دكتور أحمد، في الجغرافيا السورية إذا استثنينا إدلب فكل المناطق الخاضعة للنظام هي إلى حد ما ليست مناطق مواجهات واشتباكات، يعني معقفين مناطق آمنة. لا، هذا غير صحيح، هي مناطق هادئة ليس فيها إطلاق النار ولكنها ليست آمنة، لا يأمن المواطن السوري فيها لا على أمنه ولا على أمانه ولا على حياته ولا على عيشه الكريم ولا على رزقه. أين هذه البيئة الآمنة؟ المواطن السوري الآن في العاصمة دمشق يتمنى لو أنه يعيش في إدلب. الكل أصبح يعرف هذا ويعرف أن وضع العيش هو في مناطق الشمال المحرر وأفضل بكثير من الذل الذي يعيشه المواطن السوري مع الأسف تحت ظل الاحتلالين، الاحتلال الداخلي والاحتلال الخارجي. طيب أشكرك دكتور أحمد طعمة رئيس الحكومة السورية السابق، كنت معنا عبر الهاتف. وأختم معك الدكتور زكريا، هناك حديث عن تغيير ديموغرافي، 13 مليون سوري بين مهاجر ولاجئ خارج سوريا وبين نازح في مدن سوريا المختلفة، تغير المشهد الديموغرافي في سوريا، لصالح من هذا التغيير؟ النظام يعني اليوم النظام حتى في بداية في السنين الأولى كان هناك يعني كلام لماهر الأسد اللي هو رئيس الفرقة الرابعة، فبيحكي إنه ما عنده مشكلة فاللي يغادر ولينزح، ويعني عدد من الملايين. فهذا التغيير هو لصالح النظام وحلفائه بكل تأكيد، ما عدا ذلك الإجراءات اللي قام فيها النظام من إعادة تنظيم قرارات تنظيم لعدد من المناطق لمصادرة عدد من البيوت والأراضي اللي أصحابهم من المعارضة أيا كان، فبيتم السيطرة على بيته وأملاكه. فبكل تأكيد هذا اللي بيحصل هو عم يسعى النظام أنه أي أحد بيعارضه فيكون مصيره
يعني ان يهاجر بشكل او باخر الى او يلجا الى اي مكان اخر، فبيلعب بهي الورقه طبعا بشكل يعني سياسي يعني سيء للغايه كما يفعل الروس. فحقيقة هذا الذي يعني يحصل على أرض الواقع، إعادة تنظيم مخيم اليرموك في دمشق، في ريف دمشق دوما وحرسة، كل القضايا التي مصادرة أملاك الناس اللي يعني اللي هي معارضة أو ملاحقة من قبل النظام سياسيا، فهذا كله بيساهم. وإحلال مكانه، ما بننسى أيضا أنه في هناك ميليشيات إيرانية أعدادها بعشرات الآلاف تم إحلالها في سوريا، قسم كبير منهم يعني سكن واستوطن في بيوت الشخصيات اللي تم الافضل مصادره املاكها وعقاراتها والى اخره. فهذا التغيير اللي عم يقوم فيه النظام طبعا على ما يحصل شمال شرق سوريا، ايضا هذا التغيير لصالح النظام، يعني اكبر ماساه يتم العبث فيها. ليس هناك يعني افق حقيقي وضغط حقيقي لحل هي المعضله والاشكاليه الكبيره. في قسم كبير، ربع سوريا تقريبا يعني هو موجود ما بين ريف حلب ومدينة إدلب في هذه المنطقة، ثلث هؤلاء أو الربع أيضا يعني يعيشون في خيام بالية. طبعا الروس حاولوا قبل سنتين ونصف يدعوا إلى عودة للاجئين من أجل عودة يعني 1.5 مليون كما تحدثوا، وعملوا شيء اسمه تسويات وضع ومصالحة. اللي عاد لم يتجاوز 7000 شخص فقط، من أعلنوا عن 1.5 مليون لم يعد أكثر من 7000، وحتى 7000 تم اعتقالهم وقسم منهم يعني تم قيده للتجنيد الإجباري والخدمة العسكرية الإلزامية وزجوا في الجبهات. فهذا العبث، هذا الإجرام بالإنسانية، يعني بعيدا عن أي حسابات سياسية، لا نتحدث بالسياسة، نتحدث إنسانيا، هناك كارثة إنسانية كبيرة تحصل، هناك جيل واعداد كبيره من الاطفال مهددين ما بين بالضبط. هذا هو ممكن جوهر هذه الكارثه دكتور زكريا، يعني انه جيل كامل من السوريين اطفال ولدوا من ابوين لاجئين، اطفال حرموا من التعليم، حرموا من حياه كريمه تضمن لهم مستقبل يليق بانسانيتهم. هذا الجيل الان هو فعلا الماساه الحقيقيه والتي ستخلف ماسي اخرى. نسأل الله السلام على كل الشعب السوري ولكل سوريا. الدكتور زكريا ملحف عضو دائرة اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك دكتور. ونذهب مشاهدينا إلى تفاعل الإعلاميين والسياسيين مع هذا المؤتمر. الدكتور فيصل القاسم الإعلامي السوري معاون وزير الخارجية السوري، نقلا عن معاون وزير الخارجية السورية، دعونا دول العالم للمشاركة بمؤتمر اللاجئين باستثناء تركيا، إذا كان معظم اللاجئين السوريين بتركيا وتم استثناؤها من الدعوة، وتركيا لو دعيت لن تحضر في هذا المؤتمر، يشبه طرطور الشام تماما، حسب تعليق فيصل القاسم. جورج صبرا السياسي السوري، وزير الخارجية الروسي يدعو لعدم تسييس قضية اللاجئين، هل من أحد يذكره بأن اللاجئين السوريين لم يغادروا بلادهم بسبب زلزال أو تسونامي أو أي كارثة طبيعية أخرى، وأن دولته أي روسيا أحد أسباب هذه المحنة، وقد استخدم بنفسه الفيتو 16 مرة في مجلس الأمن للمحافظة على نظام القتل والتدمير والتهجير؟ عمر الشغري كتب، يريد نظام الأسد بموجب مؤتمر اللاجئين مع حلفائه اليوم عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، الوطن حيث تنتظرهم السجون السياسية والتعذيب والموت، الوطن هو مسلخ بشري تحت قيادتك اليوم يا سيادة الرئيس. عادل حنيف داود، لا تستهينوا بمؤتمر اللاجئين المزعوم، فجميع دول العالم متفقون على ترحيل الدراويش الغلابة لعند الأسد، يعني يتحدث باللهجة السورية، والاحتفاظ بالحيتان عندهم بعدما منحوهم إقامات دائمة وجنسيات، هذا هو مخططهم، الترحيل طوعا وقسرا. أما الشبيحة كما أسلفت سيحتفظون بهم لغايات في أنفسهم لمصالحهم، فانتظروا الأيام بيننا. يعني تدوينة فيها كثير من الألغام وفيها كثير من الألغاز أيضا. دكتور نصر الحريري يقول، لا يمكن الحديث عن سبل عودة اللاجئين والمهجرين في حين أن أعداد المهجرين ما زالت بازدياد
حتى اللحظة، وبالأمس بدأ أهالي قرية كفر نوران نزوحا جديدا جراء قصف روسيا والنظام. عودة اللاجئين تبدأ بإزالة الأسباب التي أدت إلى خروجهم، العودة تبدأ برحيل الأسد. هكذا ختم نصر الحريري تدوينته معلقا على مؤتمر اللاجئين الذي دعا له النظام في سوريا. ما زلنا نتابع تداعيات هذا المؤتمر، أيضا وضعية اللاجئين في الجزء الثاني من المشهد اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. في مغرب الوطن العربي للخبر خصوصية وجغرافيا، وللحدث في عواصمه امتداد يصنع مصائر شعوب المنطقة. وبالصورة المغاربية تكتمل معالم وطن عربي متغير. معكم في محطات مغاربية. الحرية ليست منحة، أنت من يبحث عنها. اتصل، عبر عن رأيك، واصنع الرأي العام من حولك. الرأي الحر منبرك وقناتك لإيصال صوتك، يأتيكم في هذه الأوقات. تتفاعل الأحداث في الشرق الأوسط في ظل ملفات عربية ودولية شائكة، ومصالح متشابكة، وصراع على النفوذ. لا تغيب عنها إيران حرباً وسلماً. إيران والشرق الأوسط، ملفات نتابعها بالقراءة والتحليل في برنامج الحدث الإيراني. لأن الخبر لا ينتظر والمعلومة لها أكثر من مصدر. في عالم تنتشر فيه الأخبار الزائفة نحتاج للأضواء لنهتدي للحقيقة. نبتعد عن الأماكن المعتمة، نطرح النقاش تحت كل الأضواء. في أضواء على الأحداث نضع المشاهد في قلب الحدث. ننحاز للمظلوم بكل موضوعية، نبحث عن نقطة ضوء في عتمة الزنازين، نطرق أبواب السجون والمعتقلات، نسأل عن أحوال المقهورين وأصحاب المظالم، نرافع من أجل العدالة والحرية، نفتح ملفات العصف والجور، نخترق جدران الصمت ليسمع صوت المظلومين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثاني من المشهد اليوم. نحن تناولنا في الجزء الأول من الحلقة اللاجئين في بعديه الإنساني، وأيضا الإشارة السياسية للمؤتمر دمشق لعودة اللاجئين الذي دعا ونظمه نظام
الحاكم في دمشق، ولكن أيضا هناك تداعيات سياسية وإنسانية في ملف اللاجئين. استعرضنا الأرقام التي هي كانت تعبر عن مأساة اللاجئ السوري. يشاركنا في نقاش تطورات هذا الملف الأستاذ ياسر النجار الكاتب والمحلل السياسي. بك أستاذ ياسر، ولكن أستسمحك ومع المشاهدين الكرام نذهب إلى هذا التقرير الذي يسلط الضوء على هذا المؤتمر وأيضا على تداعياته المنتظرة. نتابع مع بعض. هناك أكثر من 6,500,000 لاجئ سوري خارج بلاده، معظمهم مواطنون قادرون على العمل وينبغي لهم المشاركة في إعادة بناء سوريا. تصريحات قالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس النظام في سوريا بشار الأسد على شكل نصيحة أثناء التحضير لعقد مؤتمر دولي حول أولئك اللاجئين الذين يقولون بأن روسيا هي من تسببت بإخراجهم من ديارهم بدعمها نظام الأسد. روسيا بوتين التي أسفر تدخل قواتها العسكري في سوريا منذ أيلول 2015 عن نتائج كارثية على كافة المستويات الإنسانية في ظل مجازر وضحايا وعمليات تهجير وتدمير للبنية التحتية بحسب المعارضة السورية ومصادر أممية وحقوقية أيضا. وبفضل روسيا تحولت المدن والبلدات السورية الخارجة عن سيطرة نظام الأسد إلى ساحة حرب وأرض محروقة تصب الترسانة العسكرية الروسية كل قوتها التدميرية فيها، وهو مشهد يوصف بأنه الأكثر تدميراً منذ الحرب العالمية الثانية، فكان من المنطقي رحيل ملايين السوريين من تلك المحرقة. ورغم كل ذلك يصر نظام الأسد وحلفاؤه من خلفه على عقد مؤتمر دولي في دمشق يبحث قضية عودة اللاجئين السوريين بمشاركة دول صديقة لنظام الأسد، بينما يقاطعه الاتحاد الأوروبي الذي يستقبل أعضاؤه مئات آلاف السوريين، وكذلك تركيا التي تستضيف قرابة 4 مليون لاجئ سوري، فيما تشارك الأمم المتحدة بصفة مراقب. المؤتمر حيلة روسية، يصرح رئيس الحكومة السورية المؤقت عبد الرحمن مصطفى، ويضيف بأن الهدف منه الحصول على أموال من المجتمع الدولي تحت مسمى تأمين عودة اللاجئين وإعادة الإعمار، فيما أطلق معارضون وناشطون سوريون حملة تحدد شروطا لبدء عودة اللاجئين إلى سوريا، في مقدمتها رحيل رئيس النظام بشار الأسد. بدوره أعلن الائتلاف السوري المعارض رفضه لمؤتمر عودة اللاجئين في دمشق، معتبرا أنه في الوقت الذي تدعو فيه روسيا لهكذا مؤتمر تستمر بارتكاب جرائم الحرب عبر قصف المدنيين في الشمال السوري. ويرى مراقبون بأن الهدف الأساس للمؤتمر هو محاولة تعويم النظام السوري دوليا من خلال إعادة النازحين واللاجئين السوريين إلى سوريا، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بأي شكل من الأشكال في الوقت الحالي لانعدام وجود بيئة آمنة ومستقرة تسمح بعودة اللاجئين إلى بلادهم. عودة اللاجئين، هذا ما يريده إلى حد ما وما يعلن عنه النظام السوري، ولكن الواقع ماذا يقول؟ أستاذ ياسر النجار كاتب محلل سياسي، أهلا بك من جديد. النظام السوري يملك مساحة من الرفاهية حتى تجعله يتناول هذا الموضوع ويعقد مؤتمر ويدعى له أطراف دولية على الأقل صديقة ومقربة له، وتجاوز إلى حد ما بعض الأزمات التي كانت تعيق هذا النظام ومن يدعمه أمام مثل هذه الخطوات. هل هذا دقيق؟ يعني بتصوري النظام يستثمر الحالة الإنسانية بموضوع اللاجئين على أنه يعني يصدر نفسه من جديد على أنه يحكم سوريا، وبالتالي مسؤوليته أمام اللاجئين مسؤوليته بصفة حاكم. ولكن في نهاية الأمر يعني في نهاية الكلام إن يعلم الجميع أن هذا النظام يستثمر هذا البعد على المنحى السياسي وليس على المنحى الواجباتي أو الإنساني أو حتى على المنحى المسؤوليات الحقيقي. يعني أنا بتصوري نظام بشار الأسد هو سبب أزمة اللاجئين، هو من تسبب بهجرة اللاجئين. لو كان هذا النظام فعلا يريد أن يصدر رسالة للاجئين أنفسهم كان أمامه وقت طويل من أجل أن يصدر مثل هذه الرسالة، الإفراج عن أخوة هؤلاء اللاجئين المعتقلين.
الاعتراف بأن هناك أزمة حقيقية تستأهل منه أن يقدم يعني شيء من خطوة للأمام باتجاه أي حل سياسي. النظام منذ أن بدأت الثورة وحتى هذه اللحظة لم يقدم قيد أنملة اتجاه الشعب السوري. أنا أتكلم الآن ليس اتجاه معارضة وليس اتجاه أي قرارات دولية، أنا أتكلم اتجاه الشعب السوري. النظام لم يقبل أن يقدم ولا قيد أنملة باتجاه الشعب السوري لكسب ثقته أو للضحك على عقول البسطاء منهم. أنا بتصوري النظام آخر همه هو الشعب السوري. النظام يصدر رسالة مفادها أن قضية اللاجئين شأن يمكن أن يستثمر على المنحى السياسي، وروسيا تدعمه بهذا الاتجاه، وخلاصة الأمر مؤتمر ما في مكان ما ليس همه أن يكون هناك صندوق لإعادة اللاجئين أو أن هناك مشروع سياسي يصدر رسالة إيجابية للاجئين، وإنما هو مجرد خطاب رنان يطرح إلى العالم على أنه استعاد الزمام المبادرة من جديد، استعاد السلطة وبدأ يسوق نفسه على عملية انتخابية في خلال أشهر قادمة وكأنها برنامج انتخابي بالنسبة له. إذن عودة اللاجئين ومؤتمر عودة اللاجئين يمكن أن يلخص بفكرة برنامج انتخابي لبشار الأسد في عام 2021 خلال الأشهر القليلة القادمة. وأنا بتصوري هذا التسويق ليس من أجل حصول الرضا من الشعب السوري، وإن فقط رسالة إلى المجتمع الدولي على أنه أصبح يسيطر بشكل كامل. وهل وصلت هذه الرسالة؟ يعني بتصوري هذه الرسالة لم تعد تنطق على أحد، لا من الشعب السوري ولا من المجتمعات الغربية. دعنا نتكلم عن الدول التي تحتضن اللاجئين، لم يساهم فيها إلا لبنان. يعني مثلا الأردن حتى نفسها لم تشارك، اعتزلت في الآونة الأخيرة. تركيا أكبر دولة تستضيف اللاجئين لم تشارك. دول الاتحاد الأوروبي المعول عليها سواء بقضية أعداد اللاجئين وسواء بدعم عودة اللاجئين لم تشارك. الدول الخليجية التي هي أيضا يعول عليها بشكل كبير أن يكون هناك تسهيل لعودة اللاجئين ودعم مالي ما. إذن بنهاية المطاف النظام يستثمر البعد الإنساني من أجل قضية انتخابية وليس من أجل حل حقيقي. طيب، أنت أشرت إشارة مهمة جدا إلى دول الخليج. ملك سلمان في تصريح له أكيد تابعته يدعو إلى حل سلمي في سوريا متزامن مع هذا المؤتمر. في تقديرك هل هناك الآن ترتيب ما يقع في مستوى الإقليم من أجل تمرير خطة ما للأزمة السورية بدعم خليجي؟ لأن عندما يقول ملك سلمان نحن ندعم حل سلمي في سوريا بالتزامن مع هذا المؤتمر، المسألة ليست بريئة أعتقد سياسيا. يعني أنا بتصوري الدول الخليجية لديها مشاكل أكبر من فقط القضية السورية. صدرت بعض الرسائل باتجاه القضية السورية في الآونة الأخيرة على لسان أحد المسؤولين الإماراتيين، أيضا كان يتكلم حول موضوع يجب أن يكون هناك حل سياسي ويجب أن يكون هناك طريقة تفكير من خارج الصندوق. ولكن أنا بتصوري هذا حتى هذه اللحظة مجرد يعني أقاويل لا يمكن أن يفسر إلا عندما نشاهد يعني عمليات حقيقية على الميدان. يعني عندما نرى الآن أن المملكة العربية السعودية ومن قبلها يعني ومن خلفها الدول الخليجية الآن يعني لا يوجد لديهم أي إسهامات حقيقية على مسار الحل السياسي، ليس بداعي عدم الاهتمام وإنما بسبب عدم وجود اهتمام من روسيا التي تدير الملف السياسي، إلا أن يكونوا يعني مطواعين بأيديها. بتصوري يعني الدولة الروسية وبوتين على وجه التحديد استنفذ فرصه من أجل إقناع الدول الخليجية على أن تساهم في مشروع دعم عودة اللاجئين. بتصوري الولايات المتحدة الأمريكية صدرت رسالة واضحة المعالم على أنه لا يمكن أن يكون هناك عودة للاجئين ولا يمكن أن يكون هناك إعادة لتدوير مثل هذا النظام وإعادة لتطبيع العلاقات مع هذا النظام في ظل وجود تمترس لهذا النظام أمام أي واقعة لحل سياسي. بتصوري الجميع يدور حول فلك القرارات الأممية 2254 الذي حتى هذه اللحظة وباعترافات بيدرسون أيضا أن المعضل الحقيقي في يعني استمرار أي عملية سياسية هو تعنت النظام وليس السبب الطرف الآخر. إذن في نهاية المطاف بتصوري خطاب سياسي مطلوب يمكن أن يكون مسؤول ولكن على أرض الواقع لن يفسر إلا في قيام الضغط الحقيقي على النظام من أجل أن يكون هناك طواعية أكثر في طريق الحل السياسي. طيب، نأخذ قراءة الأرقام من زاوية أخرى لأن هذه الأرقام ضاغطة. عندما نتحدث عن 6.3 مليون لاجئ سوري خارج الحدود وبين نازح ولاجئ تقييم 13 مليون، نصف الشعب السوري بين نازح داخل سوريا ولاجئ خارج سوريا،
هذا الأرقام في حد ذاتها ضاغطة على الدول المستضيفة اللاجئين وعلى الدول أيضا التي تدعم المؤسسات الأممية التي تتابع وضعية اللاجئين. ألا ترى بأن هذا ممكن يمكن النظام من اختراق حواجز ما أمامه من أجل تسويق نفسه كحاكم فعلي في سوريا، حتى ولو كل العالم يعرف بأن روسيا هي التي تدعم وهي التي تحكم عمليا، ولكن النظام يستطيع أن يخترق ويستعمل هذا الملف، يستثمره سياسيا من أجل أن يجلب ويسحب العالم والمجتمع الدولي لمقاربته؟ يعني في بداية أنا قد أتفق معك أن مثل هذه الأرقام قد تكون ورقة ضغط جيدة بالنسبة للنظام لإعادة تأهيله فيما إذا كان النظام يرغب حقيقة في عودة اللاجئين. ولكن دول اللي حصل ذلك، حصل في أفغانستان، حصل في رواندا، حصل في البوسنة، يعني دائما كان ملف اللاجئين هذا ملف قادر الأنظمة تستثمره وتستفيد منه. صحيح، ولكن إذا عدنا قليلا إلى الوراء وجدنا أن هذا النظام كان يبحث مع بداية الأزمة حول سوريا المفيدة، حول الذي يمالئ النظام أو يكون مطوع بيد النظام. النظام يشعر أن كل هذا الشعب السوري أصبح عدو له في حال وقف مع الثورة، وهذا ما وجدناه حقيقة مع التدرج الزمني. ماذا حصل الآن في مناطق المصالحات؟ حتى هذه اللحظة النظام لم يسهل عملية عودة أهالي مناطق القصير، الغوطة، حتى في الريف حمص بعض المناطق لم يسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم. إذن النظام يتعامل بفوقية وبعملية يعني سياسة عقاب جماعي حول موضوع اللاجئين وعودة اللاجئين. هذا من جانب. من جانب آخر، أنا بتصوري مسؤولية الأرقام لنقول بالبداية هي مسؤولية الأمم المتحدة. نحن نتكلم عن حوالي 8.5-9% من نسبة عدد اللاجئين على مستوى العالم هم سوريون. صحيح. وحتى هذه اللحظة، يعني حتى هذا المؤتمر لم تحضره الأمم المتحدة بشكل فاعل. صحيح. من حضره هو ممثل الأمم المتحدة بشؤون اللاجئين داخل الأراضي السورية وهو مواطن. إذن في نهاية المطاف هو مطوع بيد الأنظمة الاستخباراتية. أنا أتكلم الآن، هل هناك إرادة دولية لحل مشكلة اللاجئين؟ عندها نفكر أن هذه الدول ستبحث عن أن يكون هناك طريق لعودة اللاجئين. هناك خوف، ليس إرادة، هناك خوف من المسألة. حتى هذه اللحظة أنا بتصوري الدول آخر همها هو القضية الإنسانية. هي تقوم بواجبات، هي تقوم بالتزامات، وهي تشعر بأعباء وجود اللاجئين لديها، ولكنها لا تمارس الدور الحقيقي الفاعل في الضغط على إيجاد حل سياسي، كون أن ليس بيدها الأدوات. أنا بتصوري روسيا، لو كانت روسيا تشعر أن هناك ضغط دولي حقيقي يمكن أن يثمر، لكانت روسيا فتحت باب العلاقات. دعونا نقول في البداية، علاقة روسيا في تركيا، نحن نتكلم عن مسار أسيتانا، هناك شراكة روسية تركية في قضايا ما في الشأن السوري. ما الذي حصل بمؤتمر عودة اللاجئين الذي ترعاه روسيا؟ لم تحضر تركيا أو حتى لم تدع تركيا في نهاية الأمر. إذن أنا بتصوري روسيا لا تبحث أيضا عن قضية عودة اللاجئين حتى استثمارها إلا على المنحى السياسي. روسيا تبحث عن مسار جديد يمكن أن يكون بعيد عن تركيا على الشأن السياسي في سوريا. لنقل مثلا، هي تبحث عن دول تكون تهيئ لمسار جديد يكون تستفيد من مسار عودة اللاجئين. ولكن ما أتخيله أن هذا المؤتمر لم يسهل لروسيا مثل هذه العملية. ستعود روسيا لتبحث من جديد عن إضاعة وقت من جديد من أجل أن يكون هناك فرصة لإعادة تدوير النظام وتأهيله من جديد. بتصوري روسيا تمرر الوقت من أجل انتخابات بشار الأسد. روسيا تعطل أي مسار تفاوضي، كون أن الآن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا مشغولة بعملياتها الانتخابية. في نهاية الأمر تتوافق المصلحة الروسية ومصلحة بشار الأسد ضد مصلحة اللاجئ السوري والشعب السوري. ونجحت روسيا في ذلك. بتصور روسيا منذ عام 2015 وحتى هذه اللحظة هي المسؤولة عن اللاجئين. لنقول بصراحة، ما هو أكبر عملية تهجير وقعت عندما تدخلت روسيا على المنحى العسكري الميداني؟ روسيا التي كانت تتبع سياسة الأرض المحروقة وبالتالي تهجير أكبر كم من اللاجئين السوريين. إذا روسيا مسبب اللجوء، هي التي تطرح الآن عودة اللجوء. بشار الأسد الذي قتل الشعب السوري واعتقل كل هذه الأمور هو مسبب اللجوء، والآن يطرح نفسه على أنه يرعى اللجوء. بتصوري أي عملية عودة للاجئين قولا واحدا حتى تنطل يعني يقبل بها الشارع السوري ستكون بعيدة عن بشار الأسد، وتكون بتقليل وتقزيم دور روسيا التي هي طرف من أطراف اللجوء وليست هي طيب داعم لعودة اللاجئين. نتحدث عن المسكوت عنه في هذا المؤتمر، هو التغيير الديموغرافي اللي تعيشه سوريا الآن. يعني عندما نتحدث عن نصف الشعب السوري إما هو نازح داخل مناطق، غادر مدينته أو قريته إلى مكان آخر أكثر أماناً، أو خرج سوريا.
تقارير تتحدث بأن هناك تركيبة ديموغرافية بدأت تظهر ملامحها وتتشكل بعيدا عن سوريا التقليدية طائفيا وعرقيا، وكثير من التقارير الإعلامية نأخذها بتحفظ تدق ناقوس الخطر. ما في تقديرك ما مدى واجهة هذا التخوف وهذا الهاجس؟ يعني أنا بتصوري هاجس، لأن بعد حتى للمشاهد يتابع معنا حديث عن شراء لعقارات في دمشق في حلب لصالح طائفة ما أو لصالح مذهب ما، وهناك تخوف حقيقي بأن سوريا بدأت تشهد سوريا المفيدة ولكن حسب نسخة النظام. يعني بتصوري منطقة الدول التي تحيط بفلسطين أصبح طرأ عليها في الآونة الأخيرة تغييرات ديموغرافية كثيرة. أنا أتكلم عن تهجير وقع في العراق لطائفة ما، أنا أتكلم عن واقع سوري حتى أنه مع بداية الثورة تحديداً يعني. الطائفة السنية على وجه التحديد. بتصوري أن حتى سوريا يعني كانت هناك أقوال تقول بشكل واضح أن يعني انظر إلى النتائج تعرف ما هو المراد من هذا العمل. أنا بتصوري النتائج تقول تهجير نصف الشعب السوري، تغييب لثقل الطائفة السنية، وهذا واقع. وأنا بتصوري هذه المؤامرة قد تكون وراءها بشكل مباشر إيران التي هي تستثمر البعد الطائفي لنظام بشار الأسد، ولكن أنا بتصوري حتى روسيا ليس لديها مشكلة في هذه القضية، هي تدير العملية على المنحى الإقليمي، هي تطرح نفسها كقوة إقليمية صاعدة الآن على المستوى الدولي وهذا الإقليم تحت وصايتها وتقوم بأدوار كثيرة. أنا بتصوري إيران لعبت دورا كبيرا في سياسة التغيير الديموغرافي على الأرض وبالميدان، أتكلم على مناطق يعني مأهولة لم نسمع بتواجد يعني طائفة أقلية شيعية مثلا هناك أو حتى طائفة من مناطق الساحل، وإنما نجد الآن شراء بكميات كبيرة سواء على الحدود البوكمال أو حتى في مناطق جبل الزاوية لأسر وعائلات يقال أنها يعني استجلبتها إيران من أفغانستان أو من أماكن أخرى تحمل سمة وطائفة معينة ومنحت لها الجنسيات. في نهاية الأمر إيران تقدم رسالة إلى إسرائيل على أن التغيير الديموغرافي من يزيل مخاوف إسرائيل من وجود بعد طائفي سني لن يسمح بغياب دولة فلسطين ولن يسمح بشراء وبيع في القضية الفلسطينية. ما حصل الآن نحن نتكلم عن تأمين حدود إسرائيل من خلال مشاريع سياسية ذات بعد طائفي، ولكن الذي يلعب في نهاية الأمر هو المشروع السياسي للتوسع ولاية الفقيه. أنا أتصور لبنان الآن هي أسلم من قام بحماية مناطق هو حزب الله، في السابق لم يكن حزب الله هو يعني الفاعل الأكبر عسكريا، وبالتالي كانت المنظمات الفلسطينية تقوم بدورها في عملية استنزاف قوى لإسرائيل. الآن سوريا الآن تهيأ على أن حزب الله من جديد هو ذا مرجعية ولاية الفقيه، استقدم كما ذكرت عائلات وأسر من أفغانستان ومن إيران ومن غيرها ومن سواها، وتم طرد الأغلبية السنية للوصول إلى حالة ديموغرافية مريحة بالنسبة لسياسة تطبيع قائمة في المنطقة. طيب ماذا بقى من دقائق؟ نذهب إلى الاستشراف السياسي. كنت ضيفنا في عديد من الحلقات وفي متابعة للحالة السورية، ودائما تقريبا أستاذ ياسر كنا نقف في نقطة أنه فعلا نستطيع أن نلمس على الأقل حتى على مدى متوسط ماذا يقع في الملف السوري. حسب رأيك هذه العثرة ما هو سببها؟ هل غياب مقاربة واضحة للمعارضة السورية، غياب رؤية، أم فعلا لا يمكن صناعة رؤية أو مقاربة أمام هذا الواقع وهذه السيولة؟ يعني بتصوري الثورة السورية شأنها شأن ثورات الربيع العربي، قام بها شباب ليس لا يحملون لا أبعاد يعني أيديولوجية وليس لديهم توصيف سياسي متحزبين. وغير متحزبين، وبالتالي تم البناء على أن يكون هناك قيادات معارضة ذات شأن ولها تفكير وبعد لإيجاد بعض الأطروحات والحلول. بتصوري خاب أمل الشارع السوري من خلال الدور الفاهي اللون يعني الباهت لهذه المعارضة. أيضا وجدنا أن سوريا كمنطقة على المنحى الجغرافي هي تحمل أبعاد ذات أهمية كبرى، نتكلم عن خطوط إمداد الطاقة، نتكلم عن دول الطوق بالنسبة لفلسطين، كل هذه الأبعاد يعني لي أن هناك يد من الخلف وهي إسرائيل كانت تدير يعني
يعني حالة الصراع هذه تستثمر حالة الضعف المعارضة وتستثمر حالة الغياب لخريطة المنطقة. الجميع كان يتكلم عن خريطة جديدة وفوضى خلاقة. أنا بتصوري شاهدنا هذا الأمر بأم أعيننا ما يحصل في سوريا. حتى هذه اللحظة لا تستطيع دولة بذاتها أن تقول أن الخريطة واضحة لحل سياسي لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا سواها. والسبب عدم إرادة الولايات المتحدة الأمريكية وعدم يعني شعورها أن المخفي هو الذي يسهل القادم لها من الأيام. وما هو المخفي؟ يعني لاحظنا جميعا أن عملية التطبيع التي بدأت في مناطق الشرق الأوسط يعني كانت غيد من فيض. أنا بتصوري القادم هو الأخطر. الجميع يتكلم عن نظام سوري يستعد يعني باع الشعب السوري ومستعد يبيع أكثر من ذلك. باع المقدرات لإيران وباع المقدرات أيضا لروسيا وسيبيع أكثر من ذلك لإسرائيل. أنا بتصوري القادم من المنطقة إدارة اقتصادية وإدارة سياسية لمن زرع في المنطقة وقدر له أن يلعب هذا الدور من خلال دول الاستعمار السابقة. أتكلم عن حقبة ماضية وأتكلم عن مشروع يرسم لمئة سنة قادمة أن تكون هذه الإدارة بيد من زرع لأجل المئة عام القادمة. إسرائيل على وجه التحديد. أنت الآن فتحت يعني نقاشا لحلقات وليس الحلقة على كل وضع اللاجئين. يبقى دائما منساة ليست الأرقام تعبر ولا القرار السياسي ولكن هو الإنسان الذي يعبر عن هذه المأساة. أشكرك. التغريبة السورية والتغريبة الفلسطينية هما يعني طرق للوصول لهيمنة إسرائيل في المنطقة. على كل في انتظار أن تعود كل النوارس كما يقول الشاعر. أشكرك أستاذ ياسر النجار الكاتب والمحلل السياسي.